التنابز قبل الانتخابات يؤدي إلى شرخ في المكون بعد الانتخابات ويؤدي إلى هلاك طبعا يؤدي إلى التقزيم. أنا محتاجك يا أخي، الآن أكو تنافس شريف بيني وبينك بالانتخابات، حلو، أنت تحدث عن نفسك لا تتحدث عني، وأنا أتحدث عن نفسي والقناعة عند الجمهور. فإذا صعدت وأنا صعدت أنا كبير بيك وأنت كبير بي، ليش تنافسني وبعدين نتخالف وآخر شيء أنت تروح الجهة أخرى وأنا أروح الجهة أخرى، لأننا مشتتين مثل ما صار بالانتخابات الماضية، لاحظة رجلها ولاحظة السيد علي، ليش؟ ما هي هي العقل والحكمة. أنت أخويا، وحتى مع الأخوة الكيانات الأخرى من غير المكون السني، ليش تدخل خصامات وياهم مباشر تحتاج تصويتهم، مباشر تحتاج دعمهم؟ فأنت دائما سوي بالعلاقات جيدة تربح، العلاقات الجيدة الهادئة بدون التسقيط غير الأخلاقي ما يصير، هاي القضايا عيب.